كما لاحظ كل من كان متواجدا بالجلسة بعد مناقشة الملف بعد الاستماع إلى جميع المتهمين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما يقال، وقفت المحكمة على جميع الخروقات والنواقص التي شابت محاضر الضابطة القضائية، إلا أن أهم ما سجل في هذه الجلسة هو موقف النيابة العامة الذي لم يدعو إلى إدانة المتهمين، بل اكتفى بالتماس من المحكمة البحث في نسبة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وإصدار حكم معلل. من جهتي أعتبر هذا الموقف بمثابة تراجع من النيابة العامة عن جميع الاتهامات التي اصدرتها في حق المتهمين في كتابها الموجه إلى السيد قاضي التحقيق. لنا كامل الأمل أن المحكمة ستتدارك ما لحق بهذا الملف من تضخيم وسوف ترد الأمور إلى مصادرها. هل يمكن اعتبار الجلسة المقبلة هي نهاية ملف المعروف بأحداث بني شكر، ملف أحداث بني شكر؟ مبدئيا إن صارت الأمور وفق مجراها الطبيعي ستكون آخر جلسة، طالما أن الجزء الأكبر من المحامون عرضوا مرافعاتهم وما تبقى منهم سوف يرافع في الجلسة المقبلة.